لو عندنا هيدروليك سلندر بالمنظر ده، الهيدرو سلندر دي عايزين نرفعها وننزلها، فاحنا محتاجين مضخة هيدروليك. المضخة دي تسحب لنا الزيت من التانك وتضخ لنا الزيت عند الهيد اند. لما الزيت يتضخ للهيد اند، الزيت يبدأ الضغط يرتفع ويقوم رافع السلندر بتاعنا. بس قبل ما يرفع لازم الزيت اللي في الناحية التانية يوصل بالتانك، وساعتها السلندر بتاعنا هيترفع. لو عايزين ننزل السلندر، فاحنا هنحتاج ان احنا نقلب الخراطيم، نخلي الزيت بتاع البامب رايح عند الرود اند، والزيت اللي كان في الهيد اند نرجعه للتانك، وساعتها السلندر بتاعتنا هتنزل. بس معقولة والنبي كل ما نحتاج ان احنا نفرد السلندر او ننزله نفضل نقلب في الخراطيم؟ قالوا اكيد لا. ايه رأيكم لو احنا حطينا صمام؟ الصمام ده عبارة عن اسبول عمود ينزلق، هيفتح مسارات ويقفل مسارات في الجسم ده. وشوف هنعمل ايه. هناخد الزيت بتاع البامب ونوصله في فتحة من الفتحات، والزيت بتاع التانك اللي احنا عايزين نوديه للتانك هنجمعه ونوديه برضه في فتحة من الفتحات للتانك، وفتحتين تانيين هناخدهم من الهيد اند والرود اند الخاصين بالسلندر. دلوقتي لو احنا حركنا السبول ده في اتجاه ما، وليكن الاتجاه ده، فاحنا فتحنا الزيت اللي جاي من البمب على الهيد اند، وساعتها الزيت هيقوم رايح رافع السلندر، والزيت اللي في الرود اند اخد بعضه واتفتح مساره للراجع، فالسلندر تقدر انها ترتفع. جميل. لو جبنا السبول بتاعنا في النص مرة تانية، ساعتها احنا قطعنا مسار الزيت اللي رايح للسلندر من هنا، والزي مسار الزيت اللي راجع للتانك من هنا، وساعتها السلندر بتاعتنا تفضل ثابتة على الوضع ده. طيب لو احنا عايزين ننزل السلندر، كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنحرك السبول بتاعنا في الاتجاه التاني، وساعتها دينا وجهنا الزيت بتاعنا في الاتجاه الخاص بالرود اند، والزيت اللي كان في الهيد اند اخدناه فتحناه على الراجع مرة تانية، وساعتها السلندر بتاعتنا تقدر تنزل. وسمينا الصمامات ديت الصمامات الاتجاهية، ووظيفتها انها توجه لي الزيت عشان اقدر استعمل الزيت دوت في الاستعمالات المختلفة اللي انا محتاجه فيها. جميل جدا. دلوقتي ازاي نعبر عن الصمام الاتجاهي دوت بالرموز؟ هو انا محتاج اعرف ايه عن الصمام الاتجاهي عشان اعرف وظيفته؟ لو فاكرين قلنا ان الرمز الهيدروليك كل المطلوب منه ان هو يعرفني الوظيفة بتاعة القطعة. ايه اللي احنا محتاجين نعرفه؟ اظن كل اللي احنا محتاجين نعرفه علاقة الفتحات ببعض في الاوضاع المختلفة. السبول ده لما بيتحرك بيعمل لي علاقات مختلفة بين الفتحات وبعضها، فلو انا عرفت علاقة الفتحات دي ببعض في الاوضاع المختلفة، ساعتها هبقى انا عرفت وظيفة الفالف ده. قال لك جميل جدا، الفالف ده ليه كام فتحة؟ ليه اربعة، فتحة من البي وفتحة رايحة للاي والبي وفتحة تانية راجعة للتاج. قال لك ايه رأيك نرسم الوضع ده على شكل مربع؟ وادي يا سيدي الاربع فتحات. دلوقتي الزيت بتاع البامب ده اللي جاي من البامب، هل رايح لحته في الوضع ده؟ لا، اهو مسار مقفول. هل A رايح لها حاجه؟ لا. هل B رايح لها حاجه؟ برضو لا. هل التانك حاجه رايحه له؟ برضو لا. جميل جدا. طيب لما نحرك السبول بتاعنا في الاتجاه ده، شوف اللي حصل. البي فتحت على الاي والبي رجعت على التي. جميل، قال لك يلا نرسم الوضع ده على شكل مربع برضو. اللي حصل هنا ان البي راحت على الاي والبي رجعت على التي. ولما حركنا السبول بتاعنا العكس حصل العكس، البي عندك فتحت على البي والاي رجعت على التي. قال لك جمع بقى الثلاث مربعات دول جنب بعض كده، وهو ده الرمز الخاص بالدايركشنال كنترول بتاعنا. فبيقول لي ان انا عندي اربع فتحات، الاربع فتحات دول ليهم ثلاث اوضاع مع بعض، والثلاث اوضاع منظرهم بالشكل ده. بيسموا الفالف ده 4 على 3، اربع فتحات ليهم ثلاث اوضاع مع بعض. طيب دلوقتي الصمام دوت اخد الزيت بتاع البامب وموديه للتانك من جوه السبول ده، بس لو جبنا السبول بتاعنا يمين او شمال هيديني نفس الاوضاع اللي فاتت. خلينا نشوف، نحاول نرسم الرمز بتاعه. مش الوضع ده على شكل مربع؟ اهو عندك هنا البي رايح على التي. حلو، ادي البي رايح على التي، الاي مقفول والبي مقفول. اما الوضعين التانيين فانت عندك هنا الزيت بتاع بي رايح على الاي اهو، والزيت بتاع البي راجع على التي. في الوضع التاني زي اللي فات، البي رايح على البي والاي راجع على التي. جمع برضو التلاتة على بعض، هو ده الرمز الخاص
بالدايركشنال كنترول ده. اخد بالك هنا، هنا قال لك الوضع بتاعك البي مفتوح على تي وانت في البوزيشن ده. دول مش بس الاوضاع الوحيده اللي موجوده، ممكن مثلا تلاقي وضع بالمنظر ده الاي والبي مفتوحين على التي، او حتى بالمنظر ده كله مفتوح على كله، او حتى بالشكل ده. مش شرط اصلا الوضع الغريب يكون في النص، ممكن مثلا تلاقي الوضع الغريب عندك في واحد من الاوضاع اللي على الجنب، حسب المصنع وحسب الاستعمال. كل واحد من ده له وظيفه ودور بيقوم بيه وفي المكان بتاعه، وما ينفعش تغيره لان هو في المكان ده هو شغال وبيقوم بوظيفه معينه. خلونا نشوف الكلام ده في دايره هيدروليك. دلوقتي عندنا ادي دايركشنال كنترول، ادي ثلاث مربعات، الزد جاي من البي مقفول، التي مقفول، الاي مقفول، بي مقفول. لو اخدنا الاوضاع بتاعتنا هنغير علاقه الفتحات ببعض. بس ايه الحاجه الغريبه اللي جنب الدايركشنال كنترول دول؟ دي الحاجه اللي هتشغل لك الدايركشنال كنترول. انت هتشغل الدايركشنال كنترول لك ازاي؟ الموضوع ده هنتكلم فيه في الفيديو اللي بعد الجاي. هنا عندك الزيت من البي رايح على التي، جميل جدا. هنا ايه ده؟ هنا عندك وضعين بس، معقوله؟ ينفع، هنشوفه برضو في الفيديو الجاي. بس في ان الزيت من البي والتي والاي والبي كلهم مفتوحين على بعض، كل واحد من ده وليه استعمال. بس دلوقتي السؤال بتاعنا النهارده، ايه الفرق ما بين البي مقفول والتي مقفول، الاي مقفول والبي مقفول، والبي والتي هما مفتوحين على بعض؟ جاوبونا على السؤال دوت، ومستنيين تعليقاتكم على الفيديو. لو الفيديو عجبكم ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وفولو وسبسكرايب على القناه بتاعتنا على اليوتيوب. شكرا.